تحياتي ليك زميل عزيز كريم، كل التحية للمتابعين ومشاهدي رقم 10 في كل مكان، ومستمرين معاكم لقاءاتنا الخاصة مع نجوم الدوري المصري. نجمنا النهاردة هو واحد من النجوم اللي تألقت مع نادي المقاولون العرب، وهو حاليا واحد من الصفقات المهمة لنادي الاتحاد السكندري، هو اللاعب عبد الرحمن جبنة. عبد الرحمن برحب بيك على شاشة القناة الأولى وبرنامج رقم 10، وببعت لك تحيات زميلي كريم رمزي. حبيبي يا كابتن مصري، انا بحييك وبحيي طبعا استاذ كريم رمزي حبيبي، يعني توفيق ان شاء الله. اولا مبروك الانتقال للاتحاد، يمكن واحد من الصفقات اللي جماهير الاتحاد منتظراها، وان شاء الله تكون اضافه كبيره لنادي الاتحاد السكندري. بسم الله الرحمن الرحيم. والله هو طبعا نادي الاتحاد نادي كبير جدا، واضافه لاي لعيب يعني، وان شاء الله اكون عند حسن ظن الناس يعني، ان شاء الله منتظرين مني ان انا ادي اقصى حاجه واحسن حاجه عندي، فان شاء الله اكون عند حسن ظنهم يعني جميعا يعني. يعني اللي انا عارف ان انت كنت ابن من ابناء انبي ثم المقاولون العرب، تالقت ويمكن شهرتك كانت في المقاولين العرب، اللي اكيد كلنا زعلانين على يعني اللي وصل للمقاولين وان هو يكون في دوري المحترفين او الدرجه الثانيه. تجربه الاتحاد شايفها ازاي بعد مشوار طويل مع نادي المقاولين العرب؟ والله يا كابتن، انا نادي المقاولين طبعا نادي كبير جدا، وكل الناس طبعا زعلان عليه، نادي عريق يعني، بتمنى لهم كل التوفيق في دوري المحترفين ان شاء الله يقدروا يساعدوا تاني. طبعا انا فتره انبي طبعا الكابتن امام محمدين طبعا ده والدي يعني، هو احد اسباب برضه ان انا اكون موجود هنا، رشحني للجهاز الفني طبعا بقياده الكابتن بابا فاسيليو يعني، وان شاء الله السنه دي اكون اضافه للفرقه، ونقدر نعمل حاجه، نحط نادي الاتحاد في المكان اللي الطبيعي. نادي الاتحاد من الانديه العريقه طبعا في الدوري، وعنده جمهور كبير، ولازم يكون في التوب على طول يعني، فان شاء الله نحطه في التوب على طول، وربنا يكرم ان شاء الله الفتره اللي جايه. بابا فاسيليو من المدربين اللي معروفين ان هو بيحب الكره الحلوه، من المدربين اللي بيؤمنوا باللعيبه الحريفه، شايف ان ده من حظك الحلو ان انت تتعامل مع مدير فني بيحب لعيب الكوره بلغه الكوره زي ما بيقولوا؟ والله انا طبعا لعبت مع مدربين طبعا كلهم مدربين كبار وعندهم خبرات كتيره في الدوري. بابا فاسيليو مختلف تماما طبعا يعني، عالمي بصراحه، وعنده فكر طبعا بيحب ان هو يطبقه يعني مع كل اللعيبه، وهو بيبقى محتاج كواليتي طبعا لعيبه معينه عشان يقدر يطبق السيستم بتاعه ده، فحاجه كويسه ان هو يكون عنده ثقه فيا ان هو يكون جايبني ويعتمد عليا يعني الفتره اللي جايه دي. ان شاء الله اكون عند حسن ظنه واقدر اادي يعني اللي مطلوب مني باكمل وجه يعني ان شاء الله. تقريبا 13 صفقه جديده لنادي الاتحاد، منهم عبد الرحمن. زمايلك بقى والصفقات اللي معاكم شايفين ان انتوا قادرين ان انتوا تحققوا طموح الاداره وطموح الجهاز الفني؟ جماهير الاتحاد دايما بتحلم ان هي تكون في المربع الذهبي، بيحلموا بالمشاركات العربيه والافريقيه، شايف ان الصفقات اضافات مهمه لنادي الاتحاد؟ طبعا كل النجوم لعيبه كبار جدا، ولعيبه عندهم امكانيات كبيره، وزي ما قلت لك هو الفكره في ان الاداره والجهاز بيعملوا توليفه جديده بين اللعيبه اللي لسه جايه واللعيبه القديمه، فلو التوليفه دي طبعا احنا شغالين عليها ان يكون في تناغم في الملعب مع بعض وتواصل، ولو التركيبه دي مشيت نادي الاتحاد هيبقى في مكان يعني في حته ثانيه خالص، لان اللعيبه كتير كويسه جدا والكواليتي بتاعهم بصراحه عالي جدا يعني. فكره اللعب الانديه جماهيريه، يمكن اول مره تلعب في نادي جماهيري، الموضوع مختلف، شايف الموضوع بالنسبه للاعيب اللي اول مره يلعب قدام جماهير، شايفها ايجابي ولا سلبي؟ انا لعبت قبل كده في اسوان 6 شهور، ممكن يكون الاهتمام طبعا اسوان بلد جميله ونادي كبير طبعا، وبرده ناسها بيحبوا الكوره زي اسكندريه، بس اعتقد ان هنا يعني الموضوع شوية يعني مش موضوع صعب، هي متحمسين اكتر يعني. بالظبط، وبعدين هي زي ما قلت لك قبل كده كان في لقاء ما بيننا، هي الشخصيه يعني، انت لو شخصيتك في الملعب هي اللي بتفرض على اي حد حتى الجمهور ايا كان، بالعكس ده بيخليك على طول مركز وعايز تبقى كويس علشان ترضي يعني الناس كلها يعني، قبليك طبعا قبل نفسك، فهي حاجه كويسه وحاجه وحشه، بس دايما انت تستغلها ان هي تبقى حاجه تحطك في حته تانية يعني. الشخصيه بتفرق، شخصيه اللاعب بتفرق، وخاصه يمكن موضوع الشخصيه ده كان زعل منك ناس لو تفتكر، ان انت اللاعب ممكن يكون شخصيته في المقاولين العرب مميز ومتالق، يروح فرقه جماهيريه الامور بتختلف.
شايف ان فعلا في لعيبه ما بتقدرش تستحمل ضغط الجماهير؟ انا بحس ان هي يعني توفيق وعدم توفيق. يعني انا قلت قبل كده توفيق وعدم توفيق، ما قلتش حاجه غير كده. بالعكس الناس كلها يعني عمري مثلا ما حد يروح الاهلي او الزمالك هو لعيب قليل يعني اكيد فاهم. فهو علشان يوصل للمكان ده فطبيعي ان هو لعيب عنده امكانيات ولعيب كويس. هي الفكره فعلا ان ممكن تبقى يعني بداياتك دي اهم حاجه والانطباعات الاولى دي اهم حاجه، فدايما تبقى مركز فيها انك تبقى تعمل احسن حاجه علشان تفضل ماشي بنفس المستوى ده بس. فانا بتمنى من ربنا يعني ان انا في بداياتي وان انا ان شاء الله ابدا ان شاء الله كويس وانهي كويس مع نادي الاتحاد ان شاء الله. المنافسه صعبه في الدوري وخاصه عمالين نسمع عن انتقالات باسعار ولاعيبه وافارقه ولاعيبه عرب. شايف ان الدوري السنه الجايه ممكن يبقى النسخه الاقوى في الدوري المصري في السنوات الاخيره؟ هو فعلا مصري الدوري كل سنه بيبقى اصعب وكواليتي اللعيبه بيبقى احسن والفكر شويه شويه بيبقى يعني بيتطور كفكر كمان مدربين وفكر لعيبه. فاحنا بالنسبه لنا لا احنا بالنسبه لنا عندنا لعيبه كويسه جدا، اللعيبه اللي جت واللعيبه اللي موجوده كلهم على اعلى مستوى فعلا يعني. والراجل اللي معانا مدرب عالمي في الكوره وفي التاكتكس وفي كل حاجه حتى نفسيا، وطبعا الاداره موفره كل حاجه. فاحنا بس اللي بقى علينا ان احنا ننفذ في الملعب كلام الناس دي وهنبقى اللعيبه كلها شبه بعض يعني. ما انا دي يعني فروقات مش اكتر مش يعني مش باينه قوي يعني الا في انديه معينه يعني. لكن احنا ان شاء الله بنطمح ان احنا نبقى في مكانه كويسه تليق بنادي الاتحاد. دايما بيبقى في مع الاربعه اللي فوق ان شاء الله نقدر نحط نادي الاتحاد في المكانه اللي هو يستاهلها يعني. المنافسه هتكون اهلي وزمالك وبيراميدز داخل بقوه، ولا ممكن نشوف بقى الاتحاد وسيراميكا وسموحه والمصري في ظل الميركاتو القوي اللي احنا شايفينه؟ لا ممكن نشوف، لان السنه اللي فاتت ما حدش كان متوقع ان زد يبقى بيعامل النتائج دي. وفي انديه كتير بحس ان هي بتبقى حاله، والحاله دي هو اللي بيعملها الجهاز الفني والاداره فلو حاله اللعيبه كلها مع بعض في حب وفي ترابط والكلام ده هتلاقي الفرقه ماشيه كويس. وزي ما قلت لك الفروقات كلها قريبه من بعض، هي بس الحاجات دي التريكات التفاصيل دي هي اللي بتخلي الفرقه دايما في الحته اللي فوق دي يعني. فبنتمنى من ربنا الناس كلها اللي موجوده شخصيات كلها محترمه وكويسه جدا، فان شاء الله نقدر نعمل حاجه كويسه يعني. عبد الرحمن انت مش محظوظ في الانتقالات للانديه الكبيره؟ يعني بيراميدز وقعته وخلاص، وقفت على امور يمكن تعاقديه بسيطه، وقعت للزمالك في يناير الماضي وكنا خلاص هنشوف في الزمالك الامور توقفت، تجربه ما تمتش في الكويت. شايف انك مش محظوظ شويه في حياتك الرياضيه؟ يعني اتاخرت شويه ان انت تبين موهبتك وتبين نجوميتك؟ يعني انا احسن من ناس كتير، وبعدين انا هنا بلعب في نادي كبير برده مش نادي قليل. زي ما قلت لك هي احنا عندنا في مصر هنا ما فيش مقاييس ولا في معايير ان حد يروح الاهلي والزمالك والانديه دي فاهمني. يعني نقعد نقول اللعيب مثلا يمشي كويس في السنه تلاقيه عمل موسم كويس، موسم واحد كويس، بعد كده بيروح اي حته. يعني هم ما بيدوروش على لعيب يعني موهوب ان هم ياخدوه ويطوروه ويبقى جامد معاهم فاهم. لا هم عايزين حد هو عمل موسم كويس وبتاع مش عارف ايه. هي بتبقى برده فيها حته رزق شويه وحته نصيب، فانا لسه نصيبي لسه ما جاش. ولا انا نصيبي كويس جدا ان انا موجود في نادي الاتحاد طبعا، وبحب احيي برده الحاج محمد يعني علشان برده ما ضيعش حقه. من الشخصيات الجميله جدا، واحد يعني الحمد لله ان هو قابلها وفعلا هو شخص يعني زي الاب بالظبط في مثابه الاب يعني. فبحب احييه لان هو حل لي مشكلتي وطبعا جابني نادي كبير هنا. فربنا يكرم ان شاء الله اكون عند حسن ظن وحسن ظن الناس كلها ان شاء الله. بعيد عن الاتحاد، كنت تتمنى تكون في الزمالك ولا في بيراميدز في واحد من العروض اللي جات لك؟ الاثنين انديه كبار طبعا. انا ما يعني الزمالك نادي كبير طبعا، يعني الزمالك نادي كبير والماتش فيه بمليون ماتش في اي نادي تاني زي النادي الاهلي. وبصراحه بيراميدز دلوقتي برده نادي كبير ومتشاف قوي وعنده كواليتي لعيبه طبعا جامده جدا ونادي ادارته مستقره يعني. بس الزمالك يعني الزمالك اكيد. كان نفسك تكون في الزمالك؟ طبعا يعني. زملكاوي اساسا؟ انا اتحداوي. اتحداوي قبل الاتحاد، احنا مطلع لي الاتحاد من الموضوع. لا انا اتحداوي والله. كان نفسك تكون موجود في الزمالك في الفترة دي وخاصة في وجود جوميز، واحد برضو من المدربين اللي بيحبوا اللعيبة الحريفة او اللعيبة المهارية يعني.
كان نفسي ابقى موجود في نادي الاتحاد. ماشي. وانا موجود في نادي الاتحاد يعني نادي نادي كبير طبعا وكل اتحاد جمهور الاتحاد و يمكن اول مره تطلع على شاشه التلفزيون بعد ازمه العربي، في اختصار كده ايه اللي حصل؟ لا هو كان هو حاجه انا خلاص يعني هو الموضوع اتقفل، وبالمناسبه انا طلعت اتكلمت وما كنتش يعني هضيع حقي خالص. انا اللي خلاني اتنازلت على ده ان انا الحاج مسلحي ما كانش عايز طبعا اي مشاكل ولا اي حاجه، وانا احترمته لان هو يعني زي والدي زي ما قلت لك، وحب يحتضن الموضوع بشكل احسن يعني، بعد لان انا عمري ما عملت مشكله في حياتي ولا اعرف اصلا ايه مشاكل ولا الكلام ده، فهو مش عايز يدخلني في الحاجات دي ويشغلني عن الملعب اللي هو اصلا اساس كل حاجه. فانا حليت الموضوع يعني، هو حلل الموضوع ومش عايز اتكلم في اي حاجه يعني. ربنا يكرم النادي العربي في اللي هو يعني فيه يعني. بس يعني شايف ان هم اتسرعوا شويه في اتخاذ القرار؟ شايف الموضوع كان مفاجاه ليك يا عبد الرحمن؟ اتسرعوا طبعا، هم ما كانوش محترفين بشكل كبير يعني، لان هم اتسرعوا بدل ما يرجعوا يعني. المفروض يرجعوا لاتحاد الكوره يسالوا وان انا لعيب يعني ايه موقفي وبتاع، لان انا كده كده اصلا كنت رحت لهم بشكل سليم وبطاقه الدوليه وصلت لهم بشكل سليم، لكن هم طبعا خدوا قرار غريب وانا بحترم كل الاراء يعني. وانا الحمد لله ربنا عوضني هنا يعني، هنا عوض كبير يعني. هنا يعني انا عايز اقول لك نادي الاتحاد لو راح لعب في الدوري الكويتي هياخد الدوري يعني. بس عبد الرحمن بصراحه قرار موقف زي اللي حصل لك في العربي ده نفسيا كان ممكن يخليك تبطل كوره؟ طبعا بس انا بؤمن بالاقدار وان دي رب يعني، وان حتى مهما كانت الاسباب هو ربنا. انا طلعت وكنت متضايق واتكلمت بشكل كنت غضبان جدا واثر عليا نفسيا وعلى اهلي في البيت، بس خلاص انت بتقعد تفكر كده مع نفسك تقول خلاص هو ربنا سبب الاسباب ان انا امشي من هناك، فخلاص انا ماليش خير في البلد اللي هناك دي، فانا ليا خير في بلدي هنا واحنا هنا دوري قوي وعندنا لعيبه جامده جدا وفرقنا جامده جدا فعلا. لو راحت اي دوري من الدوريات دي فرقنا من اقل الفرق تروح تاخد الدوري هناك وتنافس على الدوري. فانا ربنا برضو عوضني بصراحه يعني، الحمد لله انا بلعب في نادي كبير هنا، ويعني اتمنى ان شاء الله ان احنا نعمل حاجه لنادي الاتحاد السنه دي ان شاء الله. عشان نقفل الموضوع ده خالص، الشخص اللي ظلمك ده تقول له ايه؟ والله انا يعني انا عمري ما يعني ما بكرهش حد مصري خالص. انا يعني انا عايز اقول لك حاجه، انا عمري ما كرهت حد، بس هي الفكره ان انت انا عارفك ان انت قلبك ابيض وطيب، ان انت اوقات ما بتصدقش ان في شخصيات ممكن تاذي يعني. انا عمري ما في حياتي حتى ناس بتقول لي انت ساذج ان انت مضيت مش عارف ايه، انا مضيت بحسن نيه ومضيت ان انا عمري ما تخيلت انا بتعامل على شخصيتي انا. فدي حاجه تعلمني ان الناس كلها مش ناس كويسه، الناس كلها مش بتحب الخير لحد، الناس كلها ممكن تأذي اي حد بسهوله جدا. لا، في ناس اصلا بتستمتع من ان هي تعمل كده، لان يعني ان هو اصلا هتلاقيه مغيب، ربنا محلل له الحرام او الكلام ده. فانا بالنسبه لي والله انا اهم حاجه شغلي دلوقتي، واهم حاجه ان انا اكون كويس، واهم حاجه ان انا ابقى اضافه للنادي الجديد واعمل موسم كويس، العب منتخب مصر. الناس اللي موجوده مش احسن مني، انا محتاج ان انا ادوس على نفسي شويه في حبه حاجات وان شاء الله ابقى في حته كبيره ان شاء الله. في كلمتين تقول له انا مسامحك ولا منك؟ لا مسامحه مشوف عمل ايه، بس هو انا هعمل له ايه يعني؟ حرام يعني انت مسامحه رغم كل اللي حصل؟ بص، هو اللي عمله فيا ده بس انا كشخصيتي انا ما لا اقول انك مسامحه بقى عشان ننهي الموضوع ده. مسامحه. طب قول له كلمه. ربنا يهدي الناس كلها يعني والله، ويتقوا ربنا يعني في شغلهم، ما يبلوش جنيه زياده هما ما تعبوش فيه يعني. بس عبد الرحمن، جبنا نجم نادي الاتحاد، واحد من الصفقات المهمه لدعيم الصغر، بشكرك، شرفتنا ونورتنا في رقم 10، ونتمنى لك التوفيق بقى مع ناديك الجديد، وارمي كل حاجه ورا ظهرك، وعايزين نشوف النسخه ان شاء الله المميزه من عبد الرحمن جبنا نادي الاتحاد. حبيبي يا مصري، وانا اتشرفت بيك وكنت مبسوط معاك والكابتن كريم طبعا.